سكون وقلق، هكذا تسير عملية الاختبارات هنا في مدرسة النجاح بمديرية المقاطرة غرب محافظة لحج، حيث يؤدي عشرات الطلاب الامتحانات وسط ظروف مضطربة تسببت فيها الحرب. عملية سير الامتحانات تسير بشكل جيد، إلا يعني برغم أنه وجود الطلاب يعانوا من عدم وجود أحيانا الكتاب وأحيانا المعلم، تمام، وبالذات في ظروف الحرب هذه أثرت على الطلاب بكل الجوانب، نقول جوانب نفسية، تمام، وجوانب عملية. نحو 120 طالبا وطالبة يعكفون على الامتحانات عقب تلقيهم جزءا يسيرا من التحصيل التعليمي جراء انعدام الكتاب المدرسي وغياب الكادر التعليمي، وهو الأمر الذي يشكل تحديا عسيرا لعشرات الطلاب لاجتياز عامهم الدراسي. الصعوبات التي تواجه الطلاب من البداية وهي نقص الكتب المدرسية، طبعا لا تصل إلينا بالشكل الكافي والوافي، فهي قليلة جدا. ثانيا نقص المعلمين أو المدرسين، في بعض المواد تصل إلى 5 مواد بدون معلمين. الطلبة النازحون من مناطق الصراع يواجهون مشكلة اعتماد أسمائهم في قوائم التسجيل، ما يفاقم من المعاناة ويضاعف من إمكانية ضياع العام الدراسي. أول ما جيت هنا يعني ما كنتش يعني حصلت صعوبة أول شيء بالتسجيل، يعني لحد الآن أواجهها يعني كوني نازحة، لكن الحمد لله يعني من أول سنة كنت يعني تأقلمت مع البنات وشبه المدرسات كذا. وفيما تسير عملية الامتحانات وفق خطتها المرسومة في هذا المركز الامتحاني، يتطلع هؤلاء الطلاب إلى تحقيق مستوى عال من التحصيل العلمي، خصوصا بعد أن عجزت الحكومة عن توفير جو آمن لمواصلة التعليم في تلك المناطق التي قدموا منها. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.